مرحبا بكم من جديد في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مساء الخير بروكسل. بونسوار بروكسل. هينا فانت بروكسل. قبل ما غادي نفتحوا التليفون بغي دابور تسمعوا على من غادي نتكلموا باش نحاولوا نناقشوه. اليوم فضيلة العنان كاتبة الدولة، حيت هي ماشي وزيرة، دابا كانت وزيرة ديال الثقافة فضيلة العنان، دابا ولات غير كاتبة الدولة في لا بروبريتي بوبليك، في داك الشيء ديال حاشاكم ديال الصلاح والزبل اللي كيتجمع هنا في بروكسل. هي دابا كاتبة الدولة جهوية في بروكسل، دارت واحد التصريح اليوم في التلفزيون تيلي بروكسل عند الزملاء ديالنا في تيلي بروكسل، ودابا الصحافة كتهكم عليها حيت دارت واحد سكون ابيل اون بورد. دونك فضيلة العنان لا سكرتير ديتا لا بروبريتي بوبليك كومي اون بورد وان ديراباج فيربال. شنو وقع؟ غادي نوري لكم واحد المقطع قبل ما نوري لكم، يمكن غير نفهمكم شويه ومن بعد غادي نناقشوا. بغيتكم تعيطوا لنا باش تعطوا لنا الراي ديالكم. دونك هي حيت كما قلت لكم كاتبه الدوله في هذا الشيء ديال الصليح والزبل اللي كيتجمع في الزنقه حشاكم، بغات تجيب واحد الاصلاح انه عوض من يعني الكاميونات يبقاو يجمعوا يعني هذوك لي ساك بلون ديال الزبل حشاكم، عوض ما يجمعوهم جوج مرات في الاسبوع. فضيله العنان قالت انا غادي ندير واحد الاصلاح اون ريفورم، غادي نبقى نجمع غير مره في الاسبوع. دونك هذاك حنايا كنا كنخرجوا دو فوا، هي قالت لك لا غير اون فوا باش ندير لي زيكونومي ولا شي حاجه اخرى. ما عليناش لحد الان ماشي مشكل. هذيك الصحفيه في تيلي بروكسل قالت لها ولكن سمح لنا السيده كاتبه الدوله، راه بعض المرات راكي عرفتي هذا الشيء ديال لي ديشي ميناجي، هذا الشيء ديال الزبل ديال حشاكم، يعني الا كانوا لي لونج ديال الدراري الصغار، يعني لي لونج لي بومبيرس الى اخره، زيد الحوت الى مثلا هذاك لي ديشي ديال الحوت الى كيدير ريحه، يعني ما يمكنش تخليه سيمانه هو في الدار. ناضت فضيله العنان هنا فين غادي تزلق، قالت لها ايوا خص الناس يتادابتاو، الا انتم عارفين السكن غادي يخرج من بعد ربع ايام ولا خمسه ما ديروش الحوت دابا، ديروا الحوت حتى يمكن نهار قبل ما يخرج. دونك هذا الشيء خلى عباد الله يضحكوا عليها ويتهكموا عليها دابا في الصحافه، واحد يعني التهكم كبير. كيقول لها اذن حتى الدراري الصغار لي بيبين قولوا لهم ما ديروش في لي لونج حتى يبغي يخرج ساكت بوبال، يعني الا كان الاثنين قولوا له ما دير لي بيبي ما يدير والو في لي لونج حتى نهار السبت، حيت غادي يخرج الساك نهار الاحد. هذا الشيء ماشي معقول. دونك هاد لابورت هي اللي خلات الصحافه دابا كتنتقد فضيله العنان وكتهكم عليها. انا بغيت نسمع الراي ديالكم في هذا الشيء، لان ماشي من معقول تقول هاد الهضره في التلفزيون شخصيه سياسيه بالحجم ديال فضيله العنان عندها تجربه الى اخره، وصلت لهذا المستوى انها تقول ايوا ما ديروش الحوت الا عارفين الساك بوبال غادي يخرج على اربع ايام ولا خمسه. غادي نخليكم تسمعوا هذا المقطع وناخذ التليفونات ديالكم باش نسمع الراي ديالكم في هذا الشيء اللي وقع اليوم. كورانج على نوفوتي دو سيت ريفورم، مي جو ريفيان او ساك بلان، اون سيمين افيك دي لونج او افيك دو بواسون دون ان ساك، سي تونابل ان ابارتمون ا بروكسل؟ Alors c'est difficile et donc il y a toutes des solutions qui devront être trouvées, notamment pourquoi pas des containers avec évidemment plutôt l'avantage et l'idée d'avoir des containers enterrés, parce que c'est vrai que c'est mieux que d'avoir des containers visibles, c'est pas très joli. Mais vous savez, je pense qu'aujourd'hui, chaque consommateur et chaque habitant bruxellois, quand il va se retrouver face à cette réforme, va consommer autrement. C'est clair qu'on ne fait pas du poisson si on sait que le sac poubelle sort 3 ou 4 jours après. Je veux dire... قلت لهم سي كلير الا بغينا نديروا الحوت، يعني ما غاديش نديروا الحوت الا عارفين بان الساك بوبال غادي يخرج 4 ايام ولا 5 ايام ابخي. غادي نفتحوا لكم يعني التليفونات باش تسمعوا الراي ديالكم في هذا الشيء. في جهه ديال بروكسل كما قلت لكم فضيله العنان بغات دير واحد الاصلاح جديد، في عوض ما يبقوا يجمعوا لي ساك بوبال جوج مرات في الاسبوع، هي فضيله العنان قالت لهم غيبقوا يجمعوا غير مره في الاسبوع، وإلا شفتوا شي حاجة فيها الريحة ولا ما تطيبوهاش خليه يمكن ما تيبغي يخرج، يعني خصكم تبدلوا المود دو في ديالكم، المود دو كونسوماسيون. إلا مثلا مولفين ديروا الحوت الاثنين ما ديروا الحوت حتى نهار السبت، إلا عرفتوا الصك غادي يخرج نهار الحد. معنا مكالمة أولى. ألو. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا، شكون معايا؟ عبد العزيز السحيمي من ميخلن مالين. تفضل أسي عبد العزيز. الله عليك. ربما اش كيقول هذا التصريح غير مسؤول. تفضل تفضل انا كنسمعك. واحد السيده وصلت لواحد المستوى كبير
تصرح بهذا التصريح هذا، يعني هذه كنقولوا حنايا زله لسان. زله لسان. زله لسان على حسب، لان دابا حنا كنسكنوا مثلا في مالين، يعني كيخرج حاشاكم الزبل كل سيمانه. حتى انتم عندكم غير مره في السيمانه؟ غير مره في السيمانه. ولكن انتم ساكنين في المدينه ولا على برا؟ لا في المدينه في السونتر بالضبط. داكو. يعني غير سيمانه، وكنتعذبوا صراحه الله، يعني الا مشينا عملنا الحوت بعض المرات كنعملوا الحوت، يعني كنضطروا سيمانه نتحملوا ديك الريحه. يعني انتم كتطلبوا باش تبقوا تخرجوا لي ساك بوبال على الاقل جوج مرات في السيمانه؟ على الاقل، على الاقل جوج مرات في السيمانه، اللي حنا كنعانيوا لهاد المره، حنا عندنا تجربه وكنعانيوا منها. شكرا السي عبد العزيز. شكرا على المداخله، سي تري انتريسون هذا الشيء اللي قالوا السي عبد العزيز. مادام نستافدوا من شنو كيوقع مثلا في جهات اخرى، في مالين كيقول لك مثلا كيخرجوا هما لساك بوبال مره في السيمانه وكيتعذبوا، هما كيطالبوا العكس، هما باغيين في مالين يخرجوا لي بوبال دو فوا بار سومان، حنا عندنا دو فوا بار سومان يعني نورمال، والوزيره فاضله العنان بغات يعني تعذبنا كما يتعذبوا الناس الاخرين في جوايه اخرين في مالين ولا في جوايه اخرين، يعني باغي باش نبقاو جوج مرات بغات تردها غير مره في السيمانه وتزيد عاد كما كيقولوا الناس يعني يعني بين قوسين بحال اللي كتزيد عاد كتطيح الهضره الناس، تقول لهم الناس تادابتاو، الا جاتكم من الريحه في الماكله ديالكم ما تطيبوش ايتها حاجه حتى تبغوا تخرجوا لي بوبال. معنا مكالمه اخرى. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام اسيدي. صافي تجيك كل مزيان؟ لاباس. شكون معايا؟ محمد من اندرليكت. تفضل اسي محمد. الحمد لله، بغيت نشارك معكم على حساب هذا سيسي ناخذ جهاز جديد ديال الشطابوا حاجاكم. شنو؟ على حسب هذا الالوان خرجت جديده. تفضل اسي محمد تفضل. هي انا ماشي داكور معاه، على حساب تخرجوا احمر في السيمانه تشطاب. انتيا؟ دابا حنا عندنا تنخرجوا جوج سيمانات، جوج مرات في السيمانه، وهكاك وعندنا شي مرات الناس يخرجوا قبل التشطاب، تيبقى التشطاب دائما في الشارع مرمي. انتم كتسميوه التشطاب ولا شنو؟ يعني لا بوبيل. لا بوبيل وي. لا بوبيل. فعلا تاخذوا دو فوا بار سيمان، تاخذوا لاندي وجودي، وخا هكاك الناس ياخذوا تشطاب تبقى في الشوارع دائما مرمي في الشوارع. اكزاكتومون، يعني جوج مرات ديال في الاسبوع وكيوقعوا المشاكل. وتوقعوا المشاكل عاد. في الحر عادي الا درناها غير مره في الاسبوع. مره في السيمانه بغا تخنس بروك كاع بروك تخنس كاع درت مره في السيمانه. شكرا السي محمد على المداخله ديالك. محمد شكرا السي محمد من اوندرليكت ما راضيش على هذا القرار اللي بغات تاخذه فضيله العنان. هو فعلا انا يعني كيقول لك يعني اصلا ديجا كنخرجوا دو فوا بار سومان وكنشوفوا الناس كيخرجوا حاشاكم لي بوبال يعني في الزنقه اكثر من جوج مرات، فين حار عادي الا رجعنا غير مره، فالناس غادي يكثر عليهم لي بوبال، والناس اللي ساكنين في لي زابارتومون ولا اللي ساكنين في لي ستوديو ولا اللي ساكنين في لي فلات، ماشي كلشي الناس عندهم الجاردات، خصنا نقولوا الفضيله العنان بينما حنا ماشي داكوغ مع هذا الشيء اللي بغا ديروه، لان يمكن الناس اللي ساكنين في وولوي والناس اللي ساكنين في اوكل والناس اللي عندهم الفيلات كيخرجوا يمكن الى شط عليهم لا بوبيل كيخرجوها للجرده حتى دوز سيمانه ويخرجوها ماشي مشكل، ولكن الناس المساكين والشعب الكبير اللي ساكن في اوندرليكت في مولنبيك بروكسل في سكاربيك فوري الى اخره، هذوك الناس اللي ساكنين في زابارتومون فين غادي يخليو الساك بوبيل؟ غادي يخليوها تما تخنز عليهم وتطلق عليهم الريحه عليهم وعلى وليداتهم، هذا الشيء ماشي معقول. حنا كنحترموا السياسيين ولكن ملي كتوقع شي حاجه خصنا نقولوا للناس بانما اوني با داكور. غادي ناخذوا مكالمه اخرى. الو. الو السلام عليكم السي محمد حكيم من فوري البركانيه. تفضل حكيم تفضل. حكيمه وي لاله حكيمه تفضل. احكي لك داير السي محمد. لاباس بارك الله فيك يا لاله حكيمه. بغيت نقول لك السي محمد هذا الكلام اللي قالته السيده لا يعقل. إلا بغات دير هاد الشيء ديرو على راسها، حنا دوفا في السيمانة وما كرهناش تروفا باغ سومان، قول لها يا ودي تكون واعية، تعرف أن حنايا المغاربة كناكلو كنديرو الحوت وكنديرو الضواور كنديرو كل شيء، قول لها كون دارها لنا نصراني يبقى في الحال، قول لها إلا لقيتي كاع ما تخدمي ديري شي مجرو عيط نعسي، حنا أوني با داكوغ، وخا نمشيو معاها حتى المحاكم، ولا بغات تخرج هي إن فوا باغ سومان قولها تخرج اي اون فوا باغ موا.
عند عليك انت اما حنايا وني با داكور يخصنا حنايا نكونوا نقيين وتربوان نقيين وولادنا نقيين ودارنا نقيه. كيفاش السي محمد ناكل الحوت على حسبها هي لاله مولاتي الاميره حتى تبغي هي ما ناكلش الدوار حتى تبغي هي ما نبدلوش الخروق لولادنا حتى تبغي هي. قول لي داك الحكام ديري على راسك ولا بغيتي نزيدو معك القدام راحنا كاينين اوني با داكور اوني با داكور ومين يضي يحكموا المغاربه دخل دارك وسد الباب. لا سي محمد شكرا لاله حكيمه بارك الله فيك على الله يسلمك سي محمد سافري اللي قالت لاله حكيمه يعني كما الخروق ديال اللي كيسموهم بعض الاخوان ديالنا من اصل المغربي ديال الدراري الصغار يعني لي لونج هذوك لي بومبيرس ديال الوليدات وراكم تعرفوا اللي عنده وليدات صغار يعني كيبدل لهم يوميا وكيكثروا عليه هذوك لي لونج وشنو خص يدير بهم. يعني تصوروا معايا شي واحده عندها الوليدات ولا توام ولا ولد غير ان بيبي خص كل نهار تبدل له اربعه خمسه ديال المرات فين غادي ديرهم يعني اربعه خمسه ديال المرات ضربهم في سبع ايام ولا في ست ايام ويجتمعوا لك في الدار زيد الريحه ديال هذاك الشيء ديال الماكله يعني غير الله يستر وصافي. فاحنا كنقولوا الفضيله العنان الا انت يا وزيره وساكنه في فيلا وتبارك الله عليك بصحتك عندك فين ديري راه الناس المواطنين البسطاء ما عندهمش فين يعني ما عندهمش حتى فين ينعسوا ما عندهمش حتى فين يستقبلوا الناس ما عندهمش حتى فين يطيبوا عاد فين خصهم يستوكيو لي بوبيل ديالهم. هذا الشيء راه ماشي معقول. معنا مكالمه اخرى. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل. الاستاذ تيجاني. تفضل اسيدي انا كنسمعك. انا كنشوف هاد السيده الوزيره معالي الوزيره اللي موجوده هنايا اللي مكلفه بالنظافه. هذه واقيلا انا على حسب الظن ديالي كتاكل غير بيتزا خيتي هذه كترمي غير الكوغت ديك ديال البيتزا اللي كاينه ما كتعمل لا دواره ولا لوبيا ولا حتى شي حاجه. لان خصنا نبقاو نعلموها حنايا طيب بعدا ونشوفوا واش غادي يطيق الدواء زوج المرات في السيمانه ولا لا. هادشي اللي بغيت نقول. لا كاين الوزاره راهم عندهم الوزاره تقريبا وهاد كتاب الدوله معايا سيدي. نعم نعم. عندهم بارفوا عندهم دي زافونتاج. خدمات. كاين عندهم الفلوس انهم مثلا في اطار الخدمه ديالهم يعني كياكلوا على برا وكي يعني هذيك الدوله اللي حنايا كنخلصوا عليهم باش يعني لي فخي ديال الريستوراسيون لي فخي. يعني كياكلوا بزاف على برا حيت كيشتغلوا دونك سي فغي يمكن ما كطيبش بزاف في الدار ما عندهاش نفس هذا المشكل ويمكن ما عندهاش لي بيبي يمكن لي بيبي ما عندهاش دونك ما عندهاش المشكل ديال راك تعرف ديال الخروقه ديال الدراري الصغار. فنتمنوا انها واخا هي ما عندهاش هذا المشكل تفكر في الناس اللي عندهم هذه المشاكل. خصك تقدر الظروف ديال واحد اخر. شكرا شكرا. غادي نشوفوا عاود المقطع اللي قالته هذه السيده فضيله العنان ونرجعوا ناخذوا نكملوا معكم المكالمات الهاتفيه مقطع صغير. Mais vous savez, je pense qu'aujourd'hui, chaque consommateur et chaque habitant bruxellois, quand il va se retrouver face à cette réforme, va consommer autrement. C'est clair qu'on ne fait pas du poisson si on sait que le sac poubelle sort 3 ou 4 jours après. Je veux dire... Claire, on ne fait pas du poisson si on sait que le sac poubelle va sortir 3 ou 4 jours après. يعني اول مره كنسمع هذا التصريح غريب ديال شي مسؤول سياسي وحنايا هنا كنتكلموا يعني حنا ما كنديروش يعني العنصريه ولا الفرز حيت هذا باش نبين لكم حنا بمغرب تي في كنتعاملوا مع الجميع يعني ماشي وزيره من اصل جزائري او لا من اصل مغربي غادي نديروا معها يعني ما نميكوا عليها وما ننتقدوهاش وإلا كان جاك ولا نمشيو ننتقدوه حنا ما دايرينش هكا. حنا إلا سمعنا شي حاجة ما تعجبناش وكدرنا كنقولوها والدليل أنه هذاك الوزير البلجيكي اللي جا وبغى يمنع الذبح ديال الأضحية في نهار العيد ودارنا مشاكل قلناها ودرنا برامج وانتقدناه واليوم هذه فضيلة العنان من أصل يمكن نص جزائري نص مغربي يعني مزيان هي مغاربيه حنا ما كان يعني ما كنديروش الفرق شفنا هذا الشيء ما عجبناش كنقولوها. معنا مكالمه اخرى. الو 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 وي السلام عليكم. الو السلام عليكم. شكون معنا لاله؟ معك ام سليمان. تفضل لاله. الو كنسمعك. السلام عليكم الحاج. وعليكم السلام لاله عقباليك بخير الحمد لله صحه لاباس لاباس بارك الله فيك الحمد لله. هذا القانون اللي بغات تخرج هذه هي حنايا جوج النوبات حنايا عندنا هنايا وما كتقدناش عاسك تعملنا غير مره واحده في السيمانه. الا كانت هي ما كيقور لها شي زبل بحال في الامانيين
حنايا ماشي بحالهم، هما عندهم طرطينه في الصباح طرطينه في العشيه، حنايا عندنا طرطينه في الصباح والطاجين في الظهر والطاجين في العشيه، وحنايا عندنا كنعملوا كناكلوا ماشي بحالهم هما. واذا كانت بغات هي تعملنا القانون بحالهم هما، لا ما شوفي ما حنا ما نقارنوش راسنا مع الفلامان. الو كناكلوا ام سليمان، وليداتنا تبارك الله عليهم كياكلوا وكان ام سليمان كتسمعيني؟ الو وي نقصي التلفزيون سمعيني غير في التليفون. لا التلفزيون نقصي ولا ولا حنا ما يعني كنحترموا بغاو الفلامان ياكلوا الطارتين ولا هذاك الشيء شغلهم، حنا ما كندخلوش في هذا الشيء. ولكن هما ما كيعملوش الزبل بحالنا ولا واه، حنا اللي بغى يعمل ولا ما يعملش الزبل هذاك الشيء شغله، ولكن حنا هذه خصها تفكر في جميع المواطنين فهمتي؟ إيه؟ انت يا فين ساكنه؟ شمن كومون؟ ايه شمن كومون ساكنه فيها؟ حنايا ساكنين في بروكسل. فوالا حيت حنا هادو الناس اللي ساكنين في بروكسل هاد يعني الاحياء الشعبيه وفوريوم ولا ساكنين في لي زابارتمون، كاين اللي ساكن في لي زيموبل وحتى لي زابارتمون ما يمكنلكش تجمع فيها الزبل ما يمكنلكش. واخا ساكن في الدار عنده دار صغيره يلا عنده واحد لاكافيلا كانت عنده ما غاديش يستوكي فيها. ايه والزبل حاشاك كيعمل الريحه، حنايا ما حناش داكور على هاد الشيء هذا. وجوج راه جوج ديال المرات وقليله بعد، ولكن قلنا معليش انا بالنسبه ليا جوج جوج المرات سي ديجا ليميت اللي قالها. صافي كيما كنقولوا سي ديجا ليميت، ولكن اسيدي معليش، ولكن حنا زعما اي بصح لا هاد القانون هذا كان تماما حنايا ما حناش متفقين عليه. داكور قولوها للجيران ديالكم. وكنشكركم بزاف على هذا البرنامج. شكرا. وحنايا فرحانين بهذا البرنامج بزاف اللي كتعطيونا باش نهضروا ونقولوا الراي ديالنا ونقولوا شنو كيشطنا وشنو ما كيشطناش وشنو هذا. بارك الله فيك. شكرا ام سليمان من بروكسل. حنا خصنا نعرفوا يعني حنا نحترموا القانون، ولكن حنا كنقولوا جوج المرات يعني ديجا ليميت وسمعتوا. حنا كنتسناو من الوزراء ديالنا او السياسيين ديالنا انهم يجيو يصلحوا الوضعيه، يجيو يريحونا اكثر. صافي حنا ما كناش يجي وزير يقول لك اسيدي كان عندكم جوج المرات ولكن انا غادي نزيد لكم مره ثالثه باش دائما تكون الدعوه نقيه في الزناقي ديالنا. ماشي ردنا اللور، ماشي زيد يضيق علينا. انا نتمنى والناس اللي كيسمعوني يتكلموا مع جيرانهم مع العائله ديالهم مع صحاباتهم، يقولوا فاضله العنان كاتبه الدوله ديال اللي متكلفه بالنظافه هاو شنو بغات دير باش حنا نقدروا نضغطوا على السياسيين. مع احتراماتنا لفاضله العنان وما دابا حنا ما كنهضروا لا في الاشخاص ولا كنسبوا ولا العائله، هذه مساله سياسيه حنا كنناقشوها بكل يعني احترام، ولكن كنعبروا لفاضله العنان وهذا حقنا نقولوا لها ما راضيينش على هذا القرار اللي بغيتي ديري. واكثر هذيك الهضره اللي قلتيها زعما شنو؟ واش حنا موسخين ولا حنا غادي نوليو من نبغوا نطيبوا شي حاجه نعيطوا لبروكسل بروبرتي السلام عليكم بغينا نديروا الحوت فوقاش تخرجوا فوقاش تدوزوا تاخذوا الساك بوبال باش نديروا الحوت ولا ما نديروش الحوت؟ الا شي نهار شي وحده توحمت ولا شي وليداتك بغاو شي حاجه ياكلوا تقول لهم ما نقدرش نطيب لكم اليوم حيت الساك بوبال ما يخرج على 4 ايام ولا 5 ايام. هذه هضره ما عندها منطق، وانا نظن بان فاضله العنان ارتكبت خطا كبير وخصها تقدم اعتذار. خصها تقدم اعتذار على الشيء اللي قالته، حنا نتمنى نكون هذا خطا، ولكن اكثر من هذيك الهضره اللي قالتها اللي ماشي في محلها. هذا القانون ان اوليو باش نبقاو نخرجوا جوج المرات لي بوبال نخرجوا غير مره واحده، هذه غادي تزيد توسخ غادي توسخ الزناقي ديالنا. الو السلام عليكم ستي جاني. وعليكم السلام لالا. هاد السيده انا ما متفقاش معاها، وهاد السيده بغات تحط صوره المغرب. منين اسم الكومينه لالا؟ انا معك زهره. منين الزهره كتعيطي؟ انا من الكومين من لمبرغر من واحد ديبي دي كاسل. قولي لنا لالا. هاد السيده ما متفقاش معاها ان باغات توسخ صوره المغرب مادام باغات تعطي لدوك الناس نهار في السيمانه باش يولي الزبل قدام الباب وداكشي تقول لهم المغاربه غادي يولي يقولوا المغاربه موسخين. انا ما متفقاش معاها، وإلا بغات دير هذا الشيء الى انا الاول لو كنت ساكنه في المغرب غادي نهز حاشه وجهك الزبل يوميا ونحط له في باب الدار حتى تقول لها شنو هذا الشيء، نقول لها انت اللي بغيتي هذا الشيء. متفق مع كل شيء بروكسل ويحطوه له في باب الدار يقول لها حنا بغينا النظافه اللي بغينا النظافه الدرب وبغينا النظافه الزنقه وقدام الباب ديالنا وانت بغيتي الوساخه حنا نجيبوه لك انت تستحملي الواجب ديالك. وهاد السيده كنظن ما كتمشيش للمغرب وما كتشوفش المغرب، ان احنا بلادنا وكتخرج لينا الجماعه يوميا تدي الزبل حاشاك يوميا كنطفو بلادنا وعاد هي باغا تجي توسخ الصوره ديال المغرب. لا ما متفقاش معاها. اوكي شكرا الزهره. شكرا بارك الله فيك. هذا الشيء اللي قالته زهره مهم بزاف وقالوا الاخوان حيت حنايا ديجا لي كومون ديالنا للاسف اللي فيهم جاليه
ديال من اصل اجنبي، باش ما نقولش مغاربه ولا اتراك ولا ولا افارقه، لي كومون اللي فيهم من اصل اجنبي بزاف، كي سكاربيك، اوندغليكت، مولنبيك، فوري، بروكسل، لاكن، تخربيق، يعني كان سان جوز، يعني بزاف ديال لي كومون ديجا كيعيبوا علينا الناس وكيقولوها في الصحافه، وكتلقى دوك لي غاسيس دائما كيقولوا هذوك لي كارتي مسخين ماشي نقيين، الناس كترمي الزبل في الزنقه. ما ناخذوش مكالمه، غير خليها بقى معنا في انتظار نكمل الجمله ديالي. الناس دائما العنصريين كيتهمونا، كيقولوا انتم مسخين، الزنقي ديالكم ماشي بروبر الى اخره، لانه حتى لهاد لي كومين ما عندهمش الامكانيات باش ينقيو لي كومين ديالهم، ما عندهمش الميزانيات بزاف، عكس لي كومين اللي هنا بروكسل غيش بحال اوكل ولوي سان لومبير ولوي سان بيير اودرغم. يعني كاين دي كومين اللي عندهم الامكانيات وعندهم الفيلات، هادو كيقدروا يخرجوا غير مره في سيمانه ولا مره في 15 يوم، ان عندهم الجرده فيها 300 400 متر يخلي فيها البوباليه، ما كيسمع حد، ما كيعرف حد. وحنايا هادوك جوج مرات في السيمانه وقليل، حنا خصنا هاد الوزيره كتفهم تعطينا تزيدنا الميزانيه باش نقيو الزناقي ديالنا والاحياء ديالنا، ماشي تزيد تنقصنا الميزانيات وتزيد تنقصنا الخروج ديال لي بوبال. معنا مكالمه اخرى. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي. معك اخويا نور الدين من اكل. تفضل اسي نور الدين. الله يحفظك اخويا، انا ضد هذا التصريح اللي قالت هذه السيده هذه، وإلا كان هذا التصريح ديالها بهذه الطريقه هذه، يعني حتى شحال ديال العدد ديال الناس اللي هما كيشتغلوا في النظافه غادي يشوميو. غادي يجلسوا بلا خدمه، يعني الا بقى الكاميو كيخرج غير اون فوا باغ سيمين، يعني غادي نقصوا عدد ديال الناس ما غيبقاوش خدامين. ها وحده، وحنا كنعرفوا، اسمح لي سي نور الدين، نعرفوا الناس اللي خدامين في هاد بروكسل بروبرتي، وانتم كتشوفوهم غير الاجانب. غير الاجانب يعني اللي كاينين، وزعما الناس اللي بصراحه تيخدموا، ماشي راه ملي كيكون الكاميو غادي كيهز دوك الاسبال حاشاكم، راه الناس كيجريو، عرفتي العرق هابط منه وخدام تيجري باش كيهز دوك سميو. والاغلبيه يعني اجانب. الاغلبيه اجانب، ولكن الا كان الكاميو غيدوز غير مره واحده، النص ديالهم غيمشي في حالاته غيبقى جالس. يعني عائلات غيتضروا. حنا وكاينين شي سياسيين، كاينين شي سياسيين انا بنطبق عليهم واحد المثال كيقول الا فهمتي غتسطى. الا فهمتي غادي تسطى، يعني شي سياسيين ولاو غير كيحطوا وكينشروا. يعني هاد السيده هذه ما فهمتش كيفاش حتى خرجت لهذا التصريح هذا، هو اللي مرفوض يعني مرفوض بصفه عامه. التصريح والاجراء بجوج. مرفوض يعني ما مقبولش. انا بالنسبه لي انا سيدي، انا وكال، انا كنغلاق كناكل، واش انا غادي مثلا ما عرفت جاو عندي ضياف، جاو عندي حقا وي سي نور الدين، ما نقدروش نستقبلوا الضياف في اي نهار. لا خصنا نتسناو حنا حتى يدوز الكاميو. الو السلام عليكم، اجي عندي نهار الحد حيت اثنين يدوز الكاميو الحد كاين. لا ما قرار زعما تخربيقه وصافي. ما شكرا سي نور الدين، بارك الله فيك. هذه مناسبه نحييو ونساليو لي جون كي ترافاي بروكسل بروبرتي، جميع الانواع ديال يعني جميع الانواع ديال لي سيرفيس، واللي خدامين سوا في الكاميونات سوا يعني في لي سونتر دو تخي، كيخدموا واحد الخدمه اللي زعما ماشي سهله، والله يحسن عون هذوك الناس. يعني هذه مناسبه كنقول لهم بان حنا كنقدروا هذا الشيء اللي كديروه. كما قال سي نور الدين، يعني الا نقصنا نهار ديال لا كوليكت صافي غادي ينقصوا العدد ديال الكاميونات، العدد ديال الخدامه الى اخره. دونك هاد لا ميزور ديال فضيله العنان غادي تزيد تخلق لنا اون بليس ديال هاد المشاكل ديال الوسخ وديال الازبال، غادي تزيد تخلق لنا مشكل ديال النظافه، مشكل ديال الشوماج ديال العمال في بروكسل بروبرتي. معنا مكالمه اخرى. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سي محمد التجاني تحياتي، أنا توفيق مولنبيك. تفضل السي توفيق. المهم هذا المشكل اللي راه حنا كنشوفوه، أنا راه 15 سنة وأنا عايش هنا في بروكسل، وفي الأخص كنكون في مولنبيك. يعني هذا المشكل تاع ديجا راه عندنا مشكل تاع لا بوبال، عندنا دو فوا باغ سيمان سي ديجا با أسي. ودابا مع هاد لا بروبوزيسيون ديال هاد لا مينيستر دابا باش ديرها تردا اون فوا باغ سيمان، سا سي دو ترو. Sincèrement, en plus de ça, il y a une discrimination entre les communes. Alors, je suis un taximan. يعني كنشوف بروكسل، كنشوف لي 19 كومين تاع بروكسل، والله يا اخي كنمشي للسيكتور تاع ولوي وللسيكتور تاع اوكيل اودرغام، حق الله العظيم جو سخي فريمون فلاتي. لا بروبرتي نقيين فرونشمون، نيا با دو، ما عرفتش علاش حنا بحال هذيك لي كومين تاع مولنبيك فوغي هذيك جو سي با، ديما كيلومو قلتها دابا في التصريح ديالك، قلت كيلومو الناس لا بوبيلاسيون اللي عايشه في هاد لي كومين، ولكن يعني توجور لو رومور علاش هذا كان لي زيترونجي ولا فوالا، يقول لك سون سا سون با، ما سي با كيسيون تاع لي زيترونجي، راني عايش كنشوف كاين سا
sais pas, il n'y a pas assez, il n'y a pas assez, il n'y a ni conteneur, ni rien du tout. C'est normal, il y a de l'esbar, il y a de l'oussek, il y a de... وشغادي نقول لك وراه حتى يمكن هذه المساله راه داخله يمكن حتى في هذه الازمه الاقتصاديه راه يمكن بغاو سيبارا جاتهم يمكن ثقيله الميزانيه ثقيله باش يخلصوا الخدامه اللي كيخدموا هذا الشيء فوالا ولكن هذه الازمه زعما يديروا لي زيكونومي غير عند كيضروا غير المسكين واه واش تفهمني السي محمد التجيني مع كل احتراماتي انا راه كنشوف هذا الكوفرنومون هذه الحكومه اللي راه حاليا هذه الحكومه نورمالمون كتخدم المصالح تاع الاغنياء الأغنياء الفقراء ولا اللي عايشين يعني الطبقة المتوسطة راه ما لا محل لها من الإعراب. شكرا شكرا السي توفيق. وسيدي العفو. وهذه بالمناسبة كنحيوا جميع لي تاكسيمان ديال بروكسل اللي تا هما خدامين في ظروف يعني الليل مع النهار. غادي نعاودوا نسمعوا التصريح ديال الفضيلة اللي قالت لكم إلا بغيتوا ديروا الحوت ديروه ما ديروش الحوت إلا عرفتوا لابوبيل غادي تخرج 400 ولا 5 أيام من بعد. مي فو سافي جو بونس كوجوردي Chaque consommateur et chaque habitant bruxellois, quand il va se retrouver face à cette réforme, va consommer autrement. C'est clair qu'on ne fait pas du poisson si on sait que le sac poubelle sort 3 ou 4 jours après. Je veux dire... Nakhdou Moukalem Akhoura Imkini Lamana. Allô? Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam alallah. Ana Fatiha min Lakin. Tfadla alallah Fatiha. انا ماشي داكور مع هاد السيده اللي كتقول لك ما تخرجوش الزبل خطره في السيمانه. هذه اسمحي لي لاله فتيحه هذه راه فاضله العنان كاتبه الدوله بحال وزيره اللي متكلفه بهذا الشيء ديال لي بوبيل في الجهه ديال بروكسل سوسياليست اشتراكيه. انا ما متفقاش معها. حنا ديجا عندنا 3 ديال السيكال باش كنترييو الزبل وعندنا الكوزينه صغيره دونك كوزينه عامره غير بلي صاك ها الفطار ها الزرق ها الابيض ومنين نخليو سيمانه الصاك ديال الماكولات وديال داكشي دغيا فيه حماض مع الشوفاج كيفاش غادي نديرو؟ الا بغاتنا نديرو هادشي اوموا درنا الكونتينر بحال فرنسا قدام الديور اوموا نلوحو الزبل ديالنا اوموا ما يبقوش هذاك البروبليم ديال الريحه في الدار. ولكن ملي ما باغاش هادشي شري كل واحد شري ليه فيلا باش اوموا يخرجوا سيمانه ميم خطره في الشهر. ايوا حنا داكور معاه. شكرا لاله فتيحه. اش من كومين؟ لكن ولكن انتم بحالنا. شكرا لاله فتيحه. كما هذاك الانترفيو اللي درتو اليوم فضيله العنان في تيلي بروكسل تقدروا تشوفوا السيت ديالهم ماشي مشكل. هي من هذيك الصحفيه سولتها قالت لها واه مزيان وحنا كنفكروا كما قالت الاخت فتيحه نديروا دي كونتينر يعني عاد ما كاين والو كتفكر دير لي كونتينر وشي حاجه من كي شي وزير ولا شي مسؤول سياسي كنفكروا نديروا عارف بان ما غادي يكون والو منا على 10 سنين الا كانت شي حاجه. فاحنا كنقولوا لهاد الوزيره نهار اللي ديري هاد لي كونتينر وتوجدي لنا فين نرميو الزبال والاخر عاد ديري القانون. حنا ماشي دائما حنا بالعوجي ولا بالعكسي ولا دائما نبداو باللور باش نبداو بالقدام دائما كنبداو باللور. فحنا كنقول الفضيله العنان خذي الاجراءات الاولى ديري لي كونتينر كثرينا لي كونتينر يكونوا مدفونين في الارض باش ما تبقاش زبل حشاكم هكا باين في الزنقه ويت القريحه عاد خذي الاجراءات اللي بغيتي. ما للاسف بارفوا كيجيو دي مينيستر ساهل يديروا ديكلاراسيون ساهل ينقصوا ولكن صعيب يزيدوا صعيب ياميليوريو لا سيتياسيون ديال لي سيتويان. معنا شي مكالمه اخرى. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام. شكون معنا لاله؟ توريا من بروكسل. تفضل لاله توريا. نعم السلام عليكم راه سي تجني شكرا على هذا البرنامج. مرحبا. وبغيت نقول لك راه سون فولوار ديفوندر فاديلا العنان كي اون مينيستر اي اون ميم تون اشبين دو لا بروبرتي. لا ماشي اشبين سكرتير ديتا. فوالا سكرتير ديتا عندها بليزيوغ كاسكات تبارك الله عليها وتبارك الله على جميع السيدات اللي كيخدموا في البارلمان الاوروبيان. دابا راه عندي واحد خويا خدام في بروكسل بروبوتي وبغيت نعطي لك واحد النصيحه على حسب لا بوليميك كي بيتر لونسي بارابور على هاد شتي جواب اللي دارت باسكو الانسان يقدر يغلط
بغيت ننصحك على حسب أمسية تجني تعرض على فضيلة العنان وتجاوب على هاد الناس اللي كيعطيو بأن راها عطاتنا واحد النتيجة اللي هي ماشي نتيجة حيت بروكسل ديجا راها ضربوها على الراس على حسب على لا بروبرتي باسكو راه كنخلصوا ديجا بوكو ترو on donne beaucoup trop par rapport à tout ce qui est Bruxelles propreté qui خدموا plus qu'assez وزيد عليها الخلاص اللي كيخلصوا هنايا ما كيخلصوش في اوستاند وفي لي كوتي نيرلاندوفون في لي كوتي دو نقولوا حنا لي كومون ريش دو لا بلجيك باش نجمعوا كل شيء وما نديروش ان بوليميك كان نتمنى السيد جني تعرض على فضيلة ونتكلموا معها ديريكت باش نشرحوا لها بأن هذا الشيء هذا اللي قالت ماشي في المستوى ماشي في فوالا ماشي في النظام على حسب هذا الشيء اللي بغات تقول ما تسيبوش حاشاك على الزبل ديال الحوت ما تسيبوش الحوت ما تسيبوش الريحه ما تسيبوش الناس كاملين كتاكل الناس كاملين خصها تخلص القوانين بالحق راه خصها دير ان ايكيليبغ ان جوست équilibre déjà dans par rapport au paiement des cotisations de par rapport à la poubelle et par rapport à la régie de Bruxelles propreté et en même temps se dire si je vois mec inchallah باش تجاوب على الناس وتقول لهم بان راه ماشي هذا الشيء اللي بغات تشرح انا راه فاهمه فضيله وفاهمه الناس اللي كيعيطوا وما بغيناش بوليميك شمن كومين شمن كومين اتوريا جو سوي دو جيت جو سوي دو لا فلور دي سولي اكزاكتومون داكو غير باش ناخذ فوتر افيا توريا بور لانستون كدوز دو فوا بار سيمين ياك لا كوليكت دي بوبيل انت بالنسبه ليك اون فوا بار سيمين سي بيان سي ميو ولا دو فوا بار سيمين كنت بالنسبه ليا انا راه خصو كلشي تدرس ما فهمتش خصو كلشي تدرس عاد مازال حيت بالنسبه ليا انا راه كيضروا بزاف الشعب البلجيكي par rapport à la population elle est vraiment maltraitée de ce côté-là parce qu'on paye trop pour une propreté qui n'est pas dans certaines communes et il y a une propreté qui est dans certaines communes mais tout d'un chacun doit mettre du sien دابا حنايا راه كننقيو راسنا حنا نقيين المغاربه نقيين تبارك الله عليهم واخا كياكلوا واخا راه كيعجبهم ياكلوا واخا كيعجبهم حاشا كيسيبوا راه نقيين كيمشيو على حسب الظروف اللي كيعطيو لنا باش نسيبوا الزبل ديالنا راه ديجا عندنا 3-5 بوبيل عندنا النظافه عندنا ليكولوجي دونك كنتبعوا هذا الشيء كله راه ما كنظنش فضيله بغات تدوز واحد الميساج كيف خداوها الاخوات والاخوات والاخ اللي هضر ديغنيغمون مي كنتمنى تدير واحد الاحوار واحد اوكي توريا فهمتك شكرا توريا ميرسي بوكو بور فوتر انترفونسيون غادي نخليكم مع هذا الفصل الاشهاري ونجيو نكملوا هذا البرنامج على التصريحات وعلى هذا الاجراء اللي بغات تاخذوا فضيله العنان Grand stock de carrelage en Belgique, c'est chez Bricorabat. Nous vous accueillons dans un nouveau showroom de plus de 3000 m². Notre équipe professionnelle est à votre disposition pour donner des conseils et vous guider dans tous vos projets. Retrouvez-nous rue Pierce, numéro 44, à Molenbeek. Plus d'infos, 02 410 04 74. Prendre soin de son domicile, ce n'est pas toujours facile. Ménage et compagnie est là pour vous faciliter la vie. Professionnelle et sérieuse, nos aides ménagères s'occupent de nettoyer votre maison. Et grâce à la subvention de l'État, votre titre service ne vous coûtera que 6,30€ de l'heure. Appelez-nous vite au 02 330 19 70. Vous recherchez un courtier proposant un service de qualité sur mesure. Mimoun Multifinance est votre expert courtier pour vos assurances, crédit et leasing. Nos experts se chargent également de vous conseiller en matière de crédit hypothécaire. Mais ce n'est pas tout. Mimoun Multifinance propose aux indépendants et entreprises des conseils et solutions adaptés à leurs besoins réels. Mimoun Multifinance, financez vos projets en toute confiance. Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent. Besoin d'évasion ou simplement de changer d'air? Ramadatour est la solution pour tous vos voyages. Ramadatour vous assure les meilleurs prix du marché sur les vols réguliers vers le Maghreb. Monsieur M. Farai et son équipe sont à votre disposition pour que vos vacances restent à jamais gravées dans votre mémoire. Retrouvez-nous dans notre agence à Laeken, rue Marie-Christine 71, ramadatour.be.
مرحبا بكم من جديد. دائما حنايا هنايا في الرياكسيون بارابور ديكلاراسيون على بورد دو فاديل العنان سكرتير ديتا شارجي لا بروبرتي بوبليك لا بورد ولا ديراباج فيربال اون بلوس دو هذيك لا ميزور كيل فو بروندر لا كوليكت دي ديشي ميناجي اون فوا بار سيمين او ليو دو دو فوا اكطويلمون. Les gens ne sont pas contents. On continue de prendre les déclarations, les communications. Dien nas mustamein. Ma'ana chi mukalama. Allô. Allô, salam alaykoum. Wa alaykoum salam. Salam alaykoum. Ma kasmach mzyan. Allô, salam alaykoum. Chkoun ma'ana? Salam alaykoum. Masa alkhair. Ma'ak Sara men Malin. Sara men Malin. Tfadli akhti Sara. Chrif hnaya kaydouzou ana marra f semana. Oui. Vraiment mahnin. Andi baby, surtout f sif. Andi baby حاشاك داك البوبال كيخرج منه الدود الا كنت حاطاه في البالكون. وانا اوغوزمون من الناس اللي عندهم بالكون، وكاينين الناس اللي ما عندهمش بالكون كتبقى لهم ديك كطيحه في الدار. ودي فوا كيما قلت لك حاشاك الدود والحاله ماشي هي هذيك. حاشاك الحوت كنديروه في الفريغو، والله الا زبدت الحوت كنديروه في الفريغو. يعني لي ديشي ديال الحوت كديرهم في الفريغو؟ ايماجين. لا حول ولا قوه الا بالله. زعما الحاره ومع سقطو انا كيدوز عندي في الزنقه ديالي نهار ثلاث، والحوت كيكون ثلاث اللي كيكون جديد، يعني ثلاث خاصني نجيبو نقيه سيمانه يبقى لي في البوبال. وما كافيش وريحه خانزه في الدار، وزعما ما شاء الله وصافي. وهاد السيده فضيله اللي كتشوف هاد القرار مناسب ما كتفكرش في هادوك الناس اللي ما يخدموش مساكن. ما عرفتش واش طيب الحوت هي ولا ما عرفتش. وداك الشيء اللي كاين وقال انا ما نظنش هي كطيب الحوت. شكرا شكرا ساغا من مالين. سي بيان تسمعوا الاخرين كي عايشين. قالت كانت ساغا من مالين قالت لك اوغوزمون عندها البالكون. فالناس كيديروا البالكون باش ينشروا فيه، يديروا فيه حوايج، يديروا فيه يشوفوا لي زوت كومون لي بالكون فيهم الورد الجر، يعني هذاك الشيء كتشوف البالكون يعني يدخل لك الخاطر، ينفتح القلب ديالك. حنا مسكينه هذه عندها البوبيل ما كتستغلوش، كدير فيه لي بوبيل، وقالت لك لي بوبيل كيخرجوا بهم الدود. يعني تصوروا معايا فين غادي نوصلوا، فين غادي توصلوا نتوما الى هذا القرار ديال فضيله العنان خرج الحيز الوجود. وسورتو هي مسكينه قالت لك عندها البيبي ولي كوش ديالو سيمانه، راه مصيبه مصيبه. الو معنا مكالمه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. انا صفيه من مولمبيك. تفضلي اختي فاطمه. بغيت نشارك معكم. مرحبا. الو. الو. وي كنسمعك. وي على هاد الفضيله العناني. زعما بزاف تقول هاد الهضره، انتك هي مغربيه. يعني ما شوفي لا لا غير وقفي وقفي. حنا ما غاديش ندخلوا في هذه المغربيه ولا ماشي، هي بلجيكيه. واخا صافي، حنا في بلجيكا وهي بلجيكيه. واخا وهي في الحكومه ديال بروكسل ديال بلجيكا. هاد القرار اللي دارت ماشي غلط، يعني هاد القرار اللي قالت لحقاش حنا انا ساكنه في ابارتمون ما عندي لا بالكون لا جاردان لا والو. وكيفاش لابوبال غيبقى معايا حتى سيمانه؟ كيفاش زعما هاد ما تخيلش غير يومين دير ريحه في لابارتمون؟ ما قدرش سمره والله الا كنحطها قدام الدروش بالليل، لحقاش لابوبال كاف فيها سورتو الحوت ولا اللي كوش تاع لي زونفو ولا زعما. هادي ما كتفكرش في الناس هادو. انت ساكنه في الناس المساكين، يعني كاع الناس ما هنا راهم لا بليبار عايشين في لي زابارتمون مقفولين عليهم. انت ساكنه في مولمبيك ولا لا؟ الو نعم اخويا. انت ساكنه في مولمبيك؟ ساكنه في مولمبيك في ابارتمون سوسيال. وراك عارف ما لا لا غير نسولك، عندهم لي بالكون ماشي كاع الناس عندهم لي جاردان ماشي. انا نسولك انت اصلا كيدوز دابا الكاميون جوج مرات في السيمانه ياك؟ كيفوت عندنا دو فوا. اسمح لي غير اسمح لي دونك دو فوا، وانا متاكد بان ما عندكم ديجا لا سال تاع على برا في الزنقه. دائما دائما ودائما كيفوت المسكين العامل نتاع النظافه وهكا، وخا دائما كاينه في الطرق لا بوبال بارتو. الكوزينه ديالك بشحال كبيره صغيره؟ مويان مويان. دابا غادي قالت لك غادي الكاميون يبقى يخرج مره في السيمانه يهز الساك بلون والساك الازرق والساك الاصفر. يعني دابا خصكم كاع هذوك لي ساك تخليهم في بلاصه وحده، الناس اللي عندهم كوزينه صغيره وما عندهمش. انا خويا ما غاديش نقدر، انا سوا غادي نديرهم في لابو في الاخر برا، وسوا غادي نديرو في لاكاف، ولا كاف عندنا بروبليم سوسيال انتيردي وهذا، واش غادي نديرو؟ غادي نموتو سورتو في الصيف، غادي نموتو نتخنقو. شكرا. غادي ما عادش تفكر في الناس البساطة، غاتفكر غير في هما بيتاتخ وين الناس اللي عندهم الجردة يقدروا يشريو واحد هذاك بوبال كبيرة ويديباني، ولكن حنا اللي ساكنين في زابارتومون ما عادش نقدروا نديرو هذا الشيء، غادي نموتو نتخنقو.
انا في الليل انا شمرة كنوض كان تكون عندي غير شويه بوبال كان والله الا كان ساك ندير دوبل ساك دوبل ساك في الخرف برا الصباح ندخلها لحقات كدير ريحه كتسد كل شيء واليوم الشتاء والبرد وما تقدرش تخلي الساج محلولين ما عندي لا جردان لا عندك الحق هذه نسيتها مي كتكون الشتاء والبرد وراه جاي داخل البرد ما تقدرش تحلي الطاقه ولا تحلي الباب ما نقدرش واه ما عندي حتى شي بالكون وتلقي الشوفاج والشوفاج مطلوق سخانة. والبز وهذا واش نخنقوا البز ولا وقلت كما قلت الحوت واللي عندهم ليكوش ما خصني نفكر في هذا وما نفكرش بلا نمشي اللي عندهم الجرده ولا اللي عندهم الفيلا ولا اللي عندهم رانا كل شيء عندنا في المغرب الفيلات والديور عندنا الوسع عندنا السطح عندنا وهكذا لا بوبال كتبو تكون نهار هادي زعما مغربيه وبلاد بلاد ومهم مغربيه ولا بلجيكيه مهم وانا. انا نعيش على السيتياسيون تاع لهاد البلاد شكرا 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 ومهم خصك تفكر في المساكين وفي صحاب لي دابارتمون هذا هو لي سونسيال شكرا هادشي قرار خاطئ خاطئ وكما قال ديك السيده نوافقها وديك السيده اللي قالت خصها تجي ونهضروا معاها في التليفون ونشوفوا الراي ديالها وعلاش قالت هادشي وحنا ثانيا نفهموا وتفهمنا وباش هكذا تصحح الغلط ديالها اوكي اوكي شكرا غادي ندوزوا للبروميير اكستري اللي سولتها الصحفيه باش الناس واخا ما راهاش معنا فضيله العنان باش نوضعكم في الصوره وهذاك هو الكلام واخا تجينا غادي تقول نفس الكلام نشوفوا البروميير اكستري ونرجعوا Orange à la nouveauté de cette réforme, mais je reviens au sac blanc. Une semaine avec des langes ou avec du poisson dans un sac, c'est tenable en appartement à Bruxelles? Alors c'est difficile et donc il y a toutes des solutions qui devront être trouvées, notamment pourquoi pas des containers avec évidemment plutôt l'avantage et l'idée d'avoir des containers enterrés parce que c'est vrai que c'est mieux que d'avoir des containers visibles, c'est pas très joli. Mais vous savez, je pense qu'aujourd'hui, chaque consommateur et chaque habitant bruxellois, quand il va se retrouver face à cette réforme, va consommer autrement. C'est clair qu'on ne fait pas du poisson si on sait que le sac poubelle sort 3 ou 4 jours après. Je veux dire... من الصحفية حصلتها قالت لها واش زعما سي نورمال هذاك عطات لها مثال الحوت ولي لونج يعني لي كوش ديال الدراري الصغار تونابل اون سومان في لابارتمون هي قالت لها فضيلة العنان قالت لها وا زعما حنا كنفكروا نديروا زعما مزيان الى نفكروا يمكن دي كونتينر الاخر ولكن دابا خصكم تبدلوا السيستم ديال المعيشه ديالكم قالك سي با نور هي قالت سي با نورمال انكم ديروا الحوت وانتم عارفين بان ما لابوبال غيتخرج اربع ايام ولا خمس ايام من بعد تصريح غريب جدا غادي ناخذوا مكالمه ولكن قبل من هذا الشيء باغي نقول لكم بان الا داز هذا لا ريفورم والناس اللي ساكنين في لي زابارتمون ما عندهم كيديروا غادي يزيدوا يوسخوا لي كارتي ديالهم علاش لان الناس ما كاينش شي واحد اللي غادي يخلي الساك ديال لابوبال عنده اربع ايام خمس ايام ست ايام هو في لابارتمون ديالو غادي يخرج يرمي على برا كما كيديروا بزاف ديال الناس غادي يبقى يخرج يديبارسا به يلوحوا في الزنقه ولا يديروا في الزنقه الاخرى ولا يرمي في شي كونتينر ولا في شي بلاصه وغادي لي كارتي ديالنا بوبولير غادي يزيدوا يتوسخوا وغادي يزيدوا الناس الاخرين اللي غاسيست والناس الاخرين اللي ما كيبغيوناش غادي يزيدوا يقولوا شوفوا الناس كي موسخين شوفوا لي كارتي اللي فيهم الاجانب فيهم غير لي ساك مرميين وهذا الشيء يمكن هذا الشيء حنا كنقولوا للفضيله العنان فيت اتونسيون ما نفيت با هاد لا ريفورم باسكو الي كونتر برودكتيف سي با انتريسون انتم كتعبروا عليها معنا مكالمه الو الو وي وعليكم السلام. السلام عليكم، شكون معايا؟ معك الأخت جميلة من لاكن. تفضلي أختي جميلة. وأنا كنت نتفرج معكم هذا البرنامج الشيق. مرحبا. وماشي متفقة مع هذه السيدة فضيلة على هذا القانون اللي فضيلة العنان. فضيلة العنان، لأن هذا المشكل هذا كبير لو كان ديرو، لأن على حسب النظافة على حسب النظافة خص نورمالمون تولي جور البوبال كيخرج. نورمالمون عندنا جوج خطرات حنايا في الحي ديالنا وفي الصيف راه الانسان الا كان دار الحوت كما قالوا الاخوان راه ما تقدرش تجلس في الدار انا ملي كندير الحوت كندير داك لي شيطلي كنديرو في كونجيلاتور باش ما كيديرش ديك الريحه الكريهه ونهار اللي من يخرج الصليح النهار ديال الصليح كنديرو في الصليح عاد نخرجو في الكونجيلاتور ونديرو في الصليح باش ما يديرش الريحه لان الصيف كتعرف يقد يخرج حتى الدود وكل شيء كما قالوا الاخوان وخصتها تفكر في شي حل اخر يعني على النظر ديالي انا تقد دير دي كونتينر يديروهم كونتينر يعني كبار والناس بقاو يرميو فيهم الصلاح ديالهم
ويقدر يخرج من بعد يعني يجي الصلاح يرفدهم خطره في السيمانه. قالك ما عندهمش ما عندهمش الفلوس والبيدجي باش يديروا هاد لي كونتينر وهاد الشيء. ايوا لابد خصهم يخرجوا الفلوس من ما كاينين، وهذا راه على حسب النظافه والريحه والوقايه ديال الميكروب وكل شيء، ولابد خص على الاقل جوج ديال الخطرات يخرج الناس يرفدوا يخرجوا الصلاح ديالهم. ما يمكنش يخليوهم في الديار ديالهم، لان كاينين اللي عندهم ديار صغار كما قلتوا والناس ضعفاء وخصهم. اسمح لي انا نسولك، الناس انت قلتي لي كاين لي ديشي ديال الحوت كيديروا في الكونجيلاتور تيبغي يخرج ويرمي باش ما يطلقش الريحه والدود، ولكن اللي عنده البيبي وعنده لي كوش 4 5 المرات في النهار فين يديرهم في الكونجيلاتور؟ لا هذا الشيء ماشي معقول. انا قلت يعني على حساب الحوت يعني قدو ذاك راه ما كاينش غير الحوت نديروا في الكونجيلاتور، ولكن اللي عنده الدراري صغار هذا ما يمكنش، مش ممكن كاع هذا الشيء. هذا والنساء حتى هما عندهم المسائل ديالهم، كيفاش غادي نديروا؟ لا هذا مش لو كان كان لو كان كان هذا الحل اللي دارته الاخت بغات ديروا يعني الاخت لو كان راه داروه اللي كانوا قبل بها هذا راه ماشي حل هذا الحل. ولا يديروا ولا يديروا دابور لي كونتينر عاد يديروا لا ريفورم هي بدات بالعوجي. لا يديروا يديروا لي كونتينر كبار يخرجوهم على برا، الناس يبقوا يحطوا الزبل ديالهم تما، وهي يجي الكاميون خطره في السيمانه يرفد داك الشيء هذا. هذا حل، ولكن باش دير الحل الناس ما يبقاوش ياكلوا الحوت ولا النساء ما يبدلوش لولادهم هذا ماشي معقول. هذا شكرا بزاف، بارك الله فيك. دابا المشكل هاد السياسيين مع هاد الازمه اللي كاين، اوليو باش انفيستي ويجيبوا لنا حوايج جداد دابا كيديروا الحاجه السهله. وشنو هي الحاجه السهله؟ الا كانت عندكم جوج، الا كانت عندكم ثلاثه ديال الحوايج يردوا غير جوج، الا كانوا جوج يردوها وحده. دائما لي زيكونومي وين ينقصوا ما كيزيدوش ما كيزيدوا. دابا حنا كنقولوا ما يمكنش دير لي زيكونومي في هاد الحوايج اللي اساسيه للراحه والمعيشه ديال المواطنين. وشنو هما الحوايج اللي اساسيين؟ الامن، هادشي ديال لا بروبرتي، ما تقدرش دير فيهم التربيه، ما تقدرش دير فيهم لي زيكونومي. لان الا درت هادشي الناس مثلا اللي عنده الخروق ولا اللي عنده لي كوش ولا اللي عنده هاد يعني شي 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 دي شي دود له في الدار غادي يخرج. شنو غادي يدير؟ سهله مهله، غادي يدير واحد الشكاره كحله ديال الميكا غادي يخرج ويرمي يسيبوه في الزنقه. واش هادشي اللي بغات فضيله الاعلان ترد لي كارتي ديالنا؟ هما ديجا موسخين، حنا ديجا كنقولوا خص بلوس دانفيستمون غادي تزيد توسخوا منا. الا كانت فضيله الاعلان هي عايشه مزيانه وتبارك الله وتمناو لها غير الخير حتى حنا ما كنحسدوا حتى شي واحد، فخصها تعرف بان الناس كاين ساكنين في لي زابارتمون في لي فلات في لي ستوديو في دويرات صغار وما عندهمش لي مويان باش انهم يستوكيو في لي جاردان الى اخره، فخصها تفكر في هاد الناس. مكالمه اخرى. الو الو اوكي. غادي نكمل معكم. هاد لا ريفورم فيها بزاف ديال الحوايج، راهم غادي يزيدوا شي ساك اورون شي ساك لاخر. المهم انا ما غاديش ندخل في هاد التفاصيل، لان قالت يعني لي ديشي ديال الايكولوجيك ولا. المهم حنا كنهضروا غير على الناس البسطاء بحالنا اللي يلا عايشين حدو قدو. دونك حنا الناس اللي ساكنين في لي زابارتمون، الناس اللي ساكنين في دويرات صغار، الناس اللي ساكنين في لي فلات، لا ريفورم ديالها انها غادي يبقى يدوز نهار واحد في السيمانه والكاميون يدوز نهار واحد في السيمانه، وغادي يهز الساك بلون الابيض والازرق ديال البلاستيك وهذاك الشيء ديال الميكا والصفر ديال لي بابي. يعني هادو دائما خصو يكونوا عندكم ثلاثه ديال هاد لي ساك يكونوا موجودين في دارك. الو معنا مكالمه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. معك مروان من قنسوغن. تفضل السي مروان. بغيت نعمل المداخله ديالي ضد فضيله العنان. بالنسبه لا ريفورم اللي غادي تحاول هي تخرجوا، خاص لو مينيستر دو لا سونتي ولا شي واحد اللي مسؤول على ليجين خصو يجي كونتر هاد لا ريفورم هادي. لان يعني الاغلبيه الساكنه اللي كتعيش في بروكسل هي ساكنه كتعيش غير في لي زابارتمون، دونك امبوسيبل. ديجا هي افيك دو فوا بار سومين وكيعيش بنادم في الوسخ، لان يعني كنشوفوا لي كارتي بروكسلوا كلشي كيقول بروكسل موسخه. دونك افيك دو فوا بار سومين وبروكسل راها موسخه، هذا كنعيشوه يعني كنلاحظوه ملي كنكونوا غادي للخدمه. كنشوفوا الزبل بارتو. دونك يا دي ساك انونيم، انت جاوبتي قبل مني لان جا الجواب ديالك قبل ما تجي المكالمه ديالي. دونك معليش بالنسبه للزبل الي بارتو افيك دو فوا بار سومين، ايماجين افيك اون فوا بار سومين كيفاش غنوليو؟ دونك انا بالنسبه ليا كنظن فضيله العنان كديفوندي على بلاصتها، يعني كمينيستر هي داخله في هذه المساله هذه خصها تبين خدمتها. الوغ
سينو ما عندهاش بلاصه في الوزاره. تبين بان ما دارت لي زيكونومي ياك، تحافظ على المكاسب ديالها في الوزاره، تبين بان خرجت شي حاجه، مع العلم ان كل شيء كيقول هي مهاجره ربما كتجي لصالح المهاجرين، الو خصها دير شي حاجه اللي كونتر لي ميزيلمون ولا كونتر ما اونتر بارونتيز، لان كاين تبع رجلك كياكلوا. حنا باش مابقاوش ندخلوا في هاد لابوليميك غير العرب اللي كيديروا له الصخ ولا هذا، حيت كاين تبرشقه غلاقه وكياكلوا، ما نقولوش غير العرب اللي كياكلوا. دونك كاين نصارى كيعجبهم ياكلوا مزيان وحتى هما سي با اسي بوغ، ولكن ليميسيون ما كيشوفوهاش، لان مغرب تي في كيشوفوها الاغلبيه غير العرب. دونك هنا نصراني ما غيسمعش ليميسيون. اسمح لي نسولك السي محمد، قلتوا على حاجه مهمه، ولي ريستورون ولي سناك وهذوك لي بوبيل راك شفت ملي كيخرجوا دو فوا بار سيمين، ونهار اللي كيخرجوا كتلقى كركار حاشاك ديال لي بوبيل. حديت ولا حرج. كي غادي يبقاو يديروا هاد لي سناك وهاد لي ريستورون؟ راه مصيبه. انا نعطيك ليكزومبل اخويا، تيجاني عندي هذيك لي بتي بوبيل ديال لا كومون، اذا كتسمعني. وي. لي بتي بوبيل ديال لا كومون اللي كيكونوا في لي كومون في لي كوان. إذا جيت تشوف افيك هاد لي دو فوا اللي كيخرج الزبل راهو ما حاشاك والله العظيم، شي مرات كتعرف الزبل في الصباح ملي كنكونوا خارجين الخدمه كتجبر الزبل ما عارف منين كيجي، كينزل من السما. هذاك ماشي كونتونور، هذاك راه غير اون بوتيت بوبيل بوغ اون كانيت ولا بوغ، ولكن اوتور ديالها كتجبر يعني ما عندي ما نقول. فإلا ولات مره واحده في السيمانه فكنظن واقيلا كل واحد غادي يبقى يهز الزبل ويحطه في باب لا كومون. نسولك السي محمد، نسولك السي محمد، وشنو الراي ديالك في الهضره اللي قالتها فضيله العنان من قالتي والا ما الناس اللي بحالك وبحال الاخوات اللي دخلوا اللي كريتيكاو هاد لا ريفورم ديال فضيله العنان، وشنو الراي ديالك في الشيء اللي قالته؟ قالت لك والا ما خصكم يعني تادابتاو، الا بغيتوا ما يمكنش ديروا الحوت الا عارفين بان ما لا بوبيل غيتخرج على 4 ايام ولا 5 ايام. اولا فضيله العنان فهاد الهضره اللي قالت هي دخلت في الخصوصيات ديال المواطن، ماشي شغلها، هي دخلت في الخصوصيات ديال المواطن، يعني دخلت فينا. هو بنادم كيقول لك شوف كل بشهوتك ولبس بشهوت الناس، ما يمكنش انا فضيله العنان تقول لي انا شنو ناكل ولا تفرض عليا انا ناكل شي حاجه اللي ماشي ما كتطلقش الريحه، ولكن ندير ناكل. انا بغيت ناكل الحوت يوميا سيدي، انا الطبيب قاطع لي اللحم غناكل الحوت يوميا، ولكن هي في النظر ديالها ربما الناس كاملين كياكلوا ستيك ديال الحوت ديال التون، ولا كياكلوا كاملين الكافيار ولا ما نعرفش انا. وبنادم عنده الصالير ديالو راه خصو يجيب الشطون، خصو يجيب والدراري اللي والدراري اخرين اللي عندهم لي بومبيرس، اي واللي عنده لي بيبي اللي عنده لي بومبيرس غيدير ليهم يديرهم في الكونجيلاتور، تا لي بومبيرس غنديرهم في لي كونجيلاتور. الو خصنا دو كونجيلو. ولكن شكرا السي محمد، شكرا بزاف، شكرا بارك الله فيك، بارك الله فيك. اذا نتمنى انكم خصنا حنا نتعلموا اننا نضغطوا على السياسيين، الحاجه اللي ما تعجبناش خصنا نوصلوا السياسيين، ماشي نبقاو جالسين في الديور ونقولوا راهم داروا واحد القانون جديد ياك ايوا ماشي في الصالح ديالنا، اي والله يحسن العون ايوا كي غادي نديروا ايوا صبر ايوا سلك. هاد الناس كيجيو عندكم في الانتخابات كيجيو كيدقوا عليكم في الديور، كيعطوكم لي بروشور، كيقول لكم صوتوا علينا، كيقول لكم كندافعوا عليكم. نهار اللي انتم اون فوا كيوصلوا كيديروا شي قانون اللي كيضركم، حتى انتم خصكم تدقوا عليهم، حتى انتم خصكم تقولوا لهم بان ما فونات با داكور. فضيله العنان خصكم حتى انتم هذا القانون اللي غادي ديروا ما كيخدمش المصالح ديالنا كامل. يمكن في لا فلوندر عندهم هذا القانون، وإي أونكوغ راه سمعنا الإخوان ديال مالين قال لك حنا ما عاجبناش وتا هما راهم زعما يسفريو، ولكن يمكن في لافلوند كاين دي كومون راك تعرفوا ما عندهم الوسع والعروبية إلى آخره، يعني ما عندهمش هذيك لا كونسونتراسيون ديال لا بوبيلاسيون بحال حنايا هنا في بروكسل، عندهم الوسع عندهم الطبيعة تبارك الله والله الله يدوم الخير، ولكن حنايا اللي شي ساكن فوق شي حدا شي تمشي لأوندرليك تمشي للجهة ديال يعني لي سيتي اللي كاينين هنايا سيتي موديل سيتي ديال سكوت يعني كاين في مولمبيك يعني كاين واحد الاكتضاض وشي دار على شي دار حدا دار دار فوق دار يعني حتى هذاك لي بوبال مي كيخرجوا في نهار واحد يعني كتبقى الروينه كتبقى تما كتلقى الريحه زعما الله يحسن العون الجميع. اي دو فوا الناس كلشي كيقول لك زعما سي ليميت ليميت سي با سوفيزون، حنا خصنا نقولوا خصكم تقولوها لبعضياتكم ها وشنو بغات دير فضيله العنان، وإلا جات لوكازيون قولوا لفضيلة العنان فو نيت با داكور باش فضيلة العنان تغير هذا القرار اللي ما كيخدمناش، يمكن يخدم هذوك الناس اللي في ولوي ولا في اوكل ولا في اونكو، ماشي كاع اوكل لاباس عليهم. الو السلام عليكم سيتي جيني. وعليكم السلام سيدي. كي داير لاباس؟ لاباس بارك الله فيك. سي
معكم حميد مولنبيك. تفضل السي حميد، انتم راه يمكن حميد راه عندكم لا بروبريتي مخيره في مولنبيك. اه تعرف عرفتي دابا كيفاش ساكن في ابو كارتي مولنبيك، وكان هنا عندنا لي كوتونير داكور، وداك لي كوتونير سي تيجني سي بيون العام 250 اورو الكوتونير. كيفاش ما فهمتش هاد 250؟ شكون يخلصها؟ حنايا لي بروبريتير. داكور زيد تخلصوا 250 الاورو الواحد. عندنا هنايا لي جون لي بلو والكحل داكور، باش تيفوتوا عندنا جوج خطرات في السيمانه. ايوا وهذوك لو كونتينر سي بيون، وما نقولكش عندنا الكونسياج وتنقيو هذا فاش كونسياج كون كونجي وتجي واحد اخر ما نقولكش حاشاك راح يخنس. اياك منين جايه؟ عندنا اللوكال ديال لي بوبال، وفاش لا كونسيرج ما تتكونش تجيب وحده اخرى ما تتنقي شيء الريحه الخنز ولا ما تدخل لك ذاك اللوكال. وفين حراك الناس اللي ما عندهمش كونسيرج ما عندهم شيء فوق مساكن في غادي يخرجوا ما عرفت. و شو بيا ايتوني بو فواغ و لابيت ديك مدام فضيله حنان لا العنان لا انا العنان ولا سميتو غير باسكو الى بيت البو كارتي ويا الكوتنير ايتو الحمد لله. اولا كتاكل على برا بزاف، يمكن كتاكل على برا الله يعاونك. ساكنه تكون ساكنه حدانا سي تيجيني. دونك انتوما عندكم الى فهمت بو كارتي تاعي، انتوما عندكم دونك ان بو كارتي في مولنبيك وبالكونتينر وحاصلين والرحب حاشاك تخرج في الصيف ولا ما تدخل ذاك اللوكال. ويلا ردوها غير مره في السيمانه غير الله يحفظ في الصيف ولا ما تدخل ذاك لوكال. وشنو عندنا الكونسير زعما 24/24 والناس اللي ما عندهم والو وفي الكارتي مساكن لتحت شويه لتحت مبيكات ليه في خرجوا في الزنخه ولا في البيت غادي يديروا لي ساك 3 ولا 4 ديفيرون. حنا عندنا لوكال وكل ديال الكونتينر جون فيغ القرعي وهذا وتتخلص عليهم. اسمح لي نسولك باش نكملوا اسي حميد، شنو الراي ديالك في هذيك لا ديكلاراسيون اللي دارت فضيله؟ انا قالت لك هو ما ديروش الحوت الا عارفين الصاك يخرج من بعد اربع ايام ولا خمس ايام. اسي تيجيني اسمح لي لي زيليكسيون اون لوا دي زيليكسيون سي بور سا سور نابورت كوا كون سرا بروز دي زيليكسيون تتلقاهم في السوق وتلقاهم هنا ويفون لي سلام عليكم تو الموند اي تو مينو اون لوا دي زيليكسيون اه با يدوا سي مونتخي par rapport au gouvernement. Elle a pris plusieurs places chez le gouvernement, quatre ministres de la culture, quatre ministres Hada, maintenant les élections sont loin. شكرا شكرا بارك الله فيك سي حميد، الله يبارك فيك. يعني كيقول لك فوق لي زيليكسيون كيتلقاو معاك في السوق تلقاو في الزناقي وكيقول لك هضره، ومن فوا كيدخلوا للحكومه كيديو لي بوست صافي كيتقلبوا عليك وكيديروا شي حوايج اللي انا حتى هذوك لي كونتينر انا ضدهم سورتو في لي كارتي بوبولار. يعني الا درنا هذوك لي كونتينر غادي يجيو غادي يعمروهم يعني بلي بوبال، والواحد يبقى يتكل على الكونتينر خصو غير يديباراسي لابارتمون ديالو ويرمي نابورت كوا في هذاك الكونتينر، وغادي مع لونتروتيان ما كاينش. نتوما راكم عارفين راه ما كاينش لونتروتيان زعما غادي يكون كل صباح بالكارشي غينقيو هذيك الجهه اللي فيها الكونتينر ولا يغسلوا الكونتينر. راك غير الا تقطعت شي بوبال شي بلاستيكا هذاك الشيء كيخرج تبقى تلي الريحه هذاك يبقى يخرج الماء ديالو موسخ غادي هذاك الكارتي كامل غادي يولي زعما انفيفابل. دونك انا حتى دوك لي كونتينر سوي كونت اخويا جوج مرات في السيمانه لا بوبيل كتخرجها في واحد الوقت معين. انا متفق مع بروكسل بروبرتي كيقول لك مثلا خرجها ابارتيغ دو 5 اور ولا 6 اور، متفق معاهم الا عارفين بان الكاميون غادي يدوز ابارتيغ دو 7 اور. يعني انا ما سوي كونتر شي واحد عارف الكاميون كيدوز في الليل هو كيخرج البوبيل ابارتيغ دو ميدي. انا حنا كنقول حتى حنا خصنا نتحملوا لا ريسبونسابيلتي ديالنا، ولكن عاود ماشي يتغاو علينا. غادي ناخذوا الو معنا شي مكالمه؟ الو وي اخر مكالمه تفضل. وي علي شكون؟ تفضل السي علي. علي الجزائري. منين السي علي؟ انا من بريكسل من جات. تفضل السي علي. يا خويا هذيك لا مينيس ديالنا هذيك جو كوا كي اللي توتافي اكوتي دو لا بلانيت على هاد لي بوبيل ياك. اي سي نورمال كونت يا لي زيليكسيون لي بوليتيسيان سون كوم لي زيسكارغو غير طيح الشتا وطول الشمس تلقاهم في المارشي يجريو مور الناس. وذا كونت إل بارل بور لا بوبيل ويل بارل بور سيتادير فو با مونجي البواسون هي تاكل في الريستورا دائما. يمكن. سي كان مونج تو لي جور مي سا تيان با لا روت سا.
دونك سا سيتي با لافون سي كي دي ويا يا 50 انا ساكن في بريكسل حتى احنا في جات عندنا دو فوا بار سيمين اون ا اوسي لي تروا بوبيل يون باي ان تاكس اون فوا بار اون باي با لي بوبيل يا جو دو لا ريجون فلامونت لي خلصيو لي بوبيل يشريوهم وهنا في بريكسل يا بيرسون كي باي سا بوبيل لا بوبيل سي اون ريدوفونس شاك اني داكور ولكن انت vous êtes d'accord ou pas avec la proposition de Lenin? Moi, je suis pas d'accord avec elle. Il faut voilà. Moi, je suis pas d'accord avec elle et en plus, je n'ai jamais voté pour elle et je ne voterai pas pour elle. لا ما ندخلوش في هذا الشيء حنا يلاه يعاون كل واحد. Merci beaucoup. C'est pour vous dire, excusez-moi, دائما نشارك في الانتخابات الاذاعه ديالكم دائما. بارك الله فيك سي علي. بارك الله فيك. نشوفكم. Merci pour votre في الحج. C'était le plus beau. Merci à Sir Ali, merci. والله حتى مدام ديالي قالت لي التيجانه هو زوين فيه. بارك المدام ديالك جزائريه ولا مغربيه؟ مغربيه ضربت التليفون الاخضر من مراكش. سلم على المدام ديالك والله يدوم المعشره. يسهل عليك الخير. بارك الله فيك، مع السلامه. انا غير باغي نقول بانما الى عندكم فرصه هضروا مع الجيران ديالكم مع الاصدقاء ديالكم العائله ديالكم قول لهم بانما هاد لا ريفورم ديال فضيله العنان الناس راهم ضد هاد لا ريفورم ديال فضيله العنان اسكو في فضيله العنان حنا اللي فوطا عليها ولا دخلت الحكومه باش تسهل الماموريه على المواطن ماشي تصعب عليهم راه غادي تمرر لهم المعيشه وانتم سمعتوا في مالين مثلا الاخوان والاخوات اللي اتصلوا بنا عندهم اون فوا بار سيمين الدود كيخرج لنا بلا بوبيل وعايشين يعني واحد العيشه مريره وحنايا راه سي اونكور بيغ لا كونسونطراسيون اللي كاينه في لي كارتي ديالنا نو بيرمي با باش الواحد يخلي الساك ديالو في بتيت ابارتمون ما عنده ني بالكون ني كاف ني ريان دي تو زعما سي تري ديفيسيل والهضره اللي قالتها فضيله العنان الى ما يعني ما تطيبوش الحوت يعني يعني دابا الناس كيتهكموا عليها في الصحافه كنقولها للوليدات الصغار لي بيبي اللي كيديروا لي كوش شنو نقول لهم ما يديروش لي كوش الا عارفين ما يعني ما يديروش ما يعملوش في لي كوش الا عارفين السكت بوبا اللي خرج منها على 4 ايام ولا 5 ايام هذا الشيء ماشي معقول هذا الشيء مرفوض انتم عبرتوا عليه بلغوا باش فضيله العنان تسمع الصوت ديالكم وتبدل الراي ديالها هذا هو الدور ديالنا الاعلام وهذا هو الدور ديالكم غادي نخليكم غير مع لابتي ديكلاراسيون اللي قلتها ونقول لكم مع السلامه حتى الغدا ان شاء الله في حلقه جديده مع مساء الخير بوكسان سمعوا لك سري ومع السلامه. Mais vous savez, je pense qu'aujourd'hui, chaque consommateur et chaque habitant bruxellois, quand il va se retrouver face à cette réforme, va consommer autrement. C'est clair qu'on ne fait pas du poisson si on sait que le sac poubelle sort 3 ou 4 jours après. Je veux dire,